السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى على القناة. أتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هذا المخمر، هذا اللي كيجي زوين بزاف. ملي كنا صغار والوالدة ديالي الله يخليها ليا كديروا لينا، وخصوصا كانت كديروا لنا في رمضان في السحور، كيجي زوين بزاف. كنا كندهنوه بالزبدة بلدية والعسل، صراحة كيجي رائع. من ذاك الوقت وانا كيعجبني، حتى انا دابا وليت كنحضره دائما لوليداتي، كيجي ومختلف على اي مخمر عادي، غير انا درت فيه واحد الاضافه ما هي ما كديرهاش. انا عجنته بالحليب دافئ، هي كتعجنو غير بالماء. هذا هو الاختلاف، اللي هذا هو زعما الاضافه اللي ضفت ليه انايا. صراحه هذيك الاضافه حتى هي كتعطيه واحد النكهه زوينه وواحد الرطوبيه. كما قلت لكم راه كيجي رائع، نتمنى انكم تجربوه ونتمنى انه يعجبكم. ويلا عجبكم ما تبخلوش عليا، ديروا لي جام وبارطاج واشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. بقاو معايا باش نشوفوا الطريقة والمقادير. غادي نحتاجوا ليه هنايا عندنا زلافه وربع ديال الفينو وزلافه وربع ديال الفورس، معلقه صغيره ديال العسل وشويه ديال الملحه حسب الذوق. هي الوالده ديالي كانت كدير فيه القمح البلدي عادي مشطط، حنا غادي نديرو هنا غير الفينو. جوج معالق صغار عامرين مزيان ديال الخميره الفوريه والحليب دافئ باش نعجنوه. صافي غادي نخلط الملحه والخميره والعسل هما الاولين صافي، ونعجن العجين ديالي. كما قلت لكم الحليب خاصو يكون دافئ بحال الماء الدافئ اللي كنبغيو نعجنوا به الخبز او مهم كنعجنوه كنخلطوه. كنستمروا حتى كنعجنوا العجين ديالنا، كنبقاو نزيدوا الحليب شويه بشويه وكندلكوا. صراحه هذا البطاط هذا كيبغي الدليك ضروري من الدليك باش كيجينا زوين. هنا بعد ما دلكتو مزيان ها انتم كتشوفوا كيفاش ولا شويه كياخذ شويه الوقت في الدليك، ضروري خصو الدليك. صافي هنا غادي نجيب العجين ديالي وغادي ندهن سطح العمل بالزيت ونقسم هذا العجين هذا نديرو كويرات صغار. هذا راه تقريبا فحال الملوي، هو الشكل ديالو ملوي ولكن غادي يبقى يخمر ملوي ولكن خامر، ملوي على شكل مخمار. صراحه تيجي رائع رائع بزاف، زعما كنهضر لكم عليه زعما الا جربتوه كونوا متاكدين غادي يعجبكم، راه شي حاجه زوينه بزاف. صافي غندير هاد الكويرات هادو نكورهم كاملين ونحطهم في شي بلاطو مدهون بالزيت وغادي نخليهم يرتاحوا. نخليهم واحد 10 دقائق، نغطيهم بالسلوفان ونخليهم واحد 10 دقائق يرتاحوا عاد نقرصهم. هاد الكميه هذه خرجت لي انا 6 ديال الحبات حتى يجيو كبار، كون درتهم صغار غادي يخرجوا لي اكثر. صافي غندوزو هنا خاصنا الزيت والزبده والفينو، الفينو ما فيه لا خميره لا والو غير الفينو بوحدو بس غادي نرشو. صافي والزيت. صافي كنجيبو هذوك الكويرات ديالنا وكنطلقوهم. صافي غادي نطلقوهم.
صافي كندهنوا عليهم الزبده اللي كتكون الزبده تكون شويه تكون دايبه، ما تكونش قاصحه، تكون رطبه. صافي كنرشوا نديروا الزيت، نديروا الزبده ونرشوا بالفينو، كنجمعوها كنطويوها على ربعه وكنخليوها خليوها حتى ترتاح، عاد غادي نرجعوا نرقوها ونلويوها. صافي انا هنا غادي نقرص هذوك الكوارات ديولي، غادي كل واحدة غادي نقرصها شويه ونحطها باش تجيني الخدمه سهله. دابا هذه قرصت هذه شويه وحطيتها، غنرجع الاخرى حتى هي، غادي ندوز عليهم كاملين نقرصهم ونحطهم باش نلقاهم شويه طلقوا. صافي انا كملتهم كاملين هنايا ودادتهم في البلاطو، ها هما. دابا غادي نرجع نقرص هذيك الاولى. صافي كنبدا نقرص الاولى، كندير بالتتابع الاولى وموراها الثانيه وانا غاده، واللي كنقرصها كنطويها غير كنطويها على جوج، كنعاود نطويها على جوج يعني كنطويها على اربعه وكنخليها ترتاح، عاد عاوتاني كنرجع ليها ونسرحها ونلويها. صافي كنطلقها مزيان هكايا، كندير شويه الزيت وندير الزبده، كندير الزبده وكنرش بالفينو. صافي وغادي نجمعها نطويها على جوج، نعاود نطويها تاني، ندير شويه الزبده وشويه الزيت ونرش بالفينو ونجمعها ونخليها على جنب حتى ترتاح. غادي نعاود نرجع ليها باش نعاود نسرحها ونلويها. صافي هنا غادي نخليها نحط، صافي كندير لها هكذا وكنخليها ترتاح هكا باش كنسهل على راسي الخدمه، وباش حيت لا بغيت نديرها ونعاود نلويها في البلاصه ما غاديش تلوى ليا، كتكون باقا شويه قاصحه، خصني نعطيها الوقت باش تطلق. كنجمعو كنخليه مرخوف، ما كنكرزوش، نخليه مرخوف هكا باش ما يجينيش من الوسط غليظ، يجيني مقاد. صافي كنستمر بهذه الطريقه هذه، كنورق وكنتني، واللي كنلقاها ارتاحت كنرجع ليها كنقرصها ونعاود نرشها بالزبده والزيت وكنلويها وكنجمعها. صافي كنبقى غاديه بهذا الشكل هذا حتى كنكمل هذوك الكوارات اللي عندي كاملين. صراحه هذا البطبوط راه ديال الزمن الجميل، صراحه كيجي زوين. اي حاجه كانت زمان صراحه كانت زوينه، كنا كنتسحروا به في الصغر ديالنا، ما كيجيكش الجوع نهائيا. صافي هكا عرفتوا، راه من الداخل راه كيجي رطب رطب مع هو حنا كنلويوه فيه هذيك الزبده، وداك الشيء كيجي رطب وهشيش زعما، صراحه ما تشبعش منه، وكاع لواسي كاع تاكلو بلا دهين، حتى ثاني بلا دهين عاوتاني زوين، كيجي زوين بزاف. هو ملوي تقريبا، غير هو كنخليوه حتى كيخمر. دابا ملي غادي نكملو ان شاء الله غادي نقرصو نقرصو غادي نقرصو، نرش شويه ديال الفورس ضروري، كنرش عليه شويه الفورس، كنجيب واحد المنديل وكنرش عليه الفورس
وكنشد هذاك البطبوط ديالي حتى هو كنرش عليه الفورس، كنقرصو بالفورس، نتوما غادي تشوفوا الطريقه. كنحطو فوق هذاك المنديل وكنغطيه ونخليه حتى كيخمر، كنشوفو راه خمر صافي عاد كنطيبو. هنايا انا جبت المقله الخفيفه وبديت كنطيب فيها، كنرشها ونرش المخماره، لكن قلت من الاحسن ندير المقله الثقيله باش يطيب على خاطرو. غادي نكمل غير هذه ونبدل ندير المقله الثقيله. كنبغي نشكر كاع الناس اللي كيشاهدوني واللي كيدعموني. نشكر الناس اللي بداو معايا القناه ديالي من البدايه والناس اللي كينضموا جداد للقناه، كنشكركم بزاف ونتمنى انكم تدعموني وتعاونوني باش ان شاء الله القناه ديالي تستمر. ديروا لي جيم وديروا لي اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وكنشكركم على حسن المشاهده ونتمنى انني ما نكونش طولت عليكم، والى اللقاء في فرصه مقبله ان شاء الله.